كاميرا احبابكم، وياكم المصور الفوتوغرافي احمد الرئيسي. خليكم ويانا في برنامج عدسه. المصور دائما يبدع في المجال اللي هو له ميول فيه. مثلا في بعض المصورين يحبون تصوير البورتريه، واللي يحب تصوير اللاندسكيب او تصوير السيتسكيب يعني المباني، او تصوير الحيوانات. فالمجال اللي يبدع فيه المصور هو المجال اللي هو يكون له ميول فيه. بدأت في التصوير في 2019. البداية كانت يوم شفت ربعي المصورين يحطون صورهم في انستغرام، وكنت وايد انبهر منها، أشوفها وايد جميلة، ودش بخاطري إني أجرب. ويوم جربت زاد الشغف اللي فيني في التصوير، ويوم كنت أحط الأعمال اللي كنت أصورها أو أوثقها في التواصل الاجتماعي كان عليها إقبال جدا كبير، وهذا الشيء خلاني أنا أكمل في المجال هذا. اكتشفت موهبتي في التصوير يمكن استشير ربعي واهلي عن الصور اللي كنت اخذها، وكنت احصل تعليقات جدا ايجابيه، وهذا الشيء خلاني انا اكمل في الشيء هذا واحاول انمي هالشغف هذا. أهم المحطات بالنسبة لي أنا في مجال التصوير هي محطة إكسبو. في إكسبو أنا مارست التصوير بكل طاقتي الإيجابية ومارست الشغف بشكل كامل. وفي هذه المحطة واللي هي أهم محطة بالنسبة لي أنا، ليش؟ لأن أنا تطورت فيها وايد وانتقلت من مستوى تصوير عادي إلى مستوى تصوير احترافي. ومن التجارب المهمة بالنسبة لي يوم سافرت برا بلاد لكرغستان، يوم مارست التصوير هناك لاحظت ان الابداع اللي كان فيني اتطور وتوسع اكثر. وانصح كل مصور انه يجرب يسافر ويطلع من خارج الدائره اللي هو مألوف فيها. في فترة الغروب أو الشروق تكون الألوان جداً جميلة، غير عن باقي الأوقات في حياتنا اليومية.
بفترة الغروب أو الشروق تكون فيها فترتين، فترة الساعة الذهبية والساعة الزرقاء. في الساعة الذهبية نشوف الكوادر عليها إضاءة أو لمسة ذهبية تعطي جمالية باللون الذهبي. أما في الساعة الزرقاء واللي هي المفضلة بالنسبة لي أنا، أن نشوف السماء تشوف كأنها لونها أزرق أو بنفسجي، وهذا الشيء يخليني أنا أوصل اللي أنا في بالي. أنا أحب التصوير اللي فيه خيال أكثر شيء، فها في هذه الفترة أنا أقدر من عن طريق التعديل أقدر أوصل اللي أنا أتخيله عن طريق أن أنا أعدل أو أبرمج الألوان اللي في الصورة. أنا شخصيتي نوعا ما خيالية، أحب الألوان الخيالية اللي نحن ما نقدر نشوفها في الواقع. ففي الساعة الزرقاء هاي أنا أقدر عن طريق برمجة الصور عن طريق اللايت روم أو الفوتوشوب أقدر أحول الصورة لألوان خيالية، وهذا الشغف يخليني أنا أتقن التصوير هذا. دائما أختار الكادر اللي يكون وراء الغروب، مثلا اخلي الكادر قدامي، وعندي برنامج اسمه فوتو فيلز، هذا يراويني وين تغرب الشمس بالضبط، وورا الشمس بالضبط تكون تدرجات اللون الازرق او اللون البنفسجي او الاحمر. أساسات التصوير وقت الغروب جدا بسيطة، كل ما تحتاجه هي عدسة فيها بعد بؤري 25 أو 24 ل 16. هذا يكفي أن أنت تدخل كثر ما تقدر من الكوادر اللي قدامك مع الغروب السماء مع الكوادر اللي موجودة. الفرق بين الساعة الذهبية والساعة الزرقاء أن في الساعة الذهبية نشوف الأشياء اللي قدامنا عليها لمسة أو إضاءة ذهبية، هذا يعطينا نوع من الجمال. أما النوع الثاني واللي هي في الساعة الزرقاء نشوف الأشياء شبه خيالية أو مش شبه خيالية، إن نشوف لون من الجمال ما بين الأزرق والبنفسجي.
طبيعة الإضاءة المناسبة في الأماكن الداخلية لازم تكون لا هي وايد قوية ولا هي خافتة. إذا كانت وايد قوية بتشوف نوع ما صورة يعني فيها أوفر إكسبوجر أو إضاءة زائدة. إذا كانت خافتة وايد أنت تضطر أنك تزيد الآيزو وتقل عندك الجودة وتكون في نويز في الصورة. أما التصوير في المناطق الخارجية يفضل يكون في وقت بعد الظهر، في وقت يكون قريب من وقت الشروق أو وقت الغروب. ليش؟ إن هالشيء يعطينا إضاءة ناعمة ونقدر نطلع الصور بطريقة أجمل. العامل الأساسي اللي يتحكم في الألوان وقت التصوير هو الوايت بالانس أو توازن اللون الأبيض. هذا هو شيء واحد بسيط فقط في وقت التصوير. أما في برمجة الصور أو تعديل الصور أنت يكون عندك عدة خيارات. النقطة الأساسية اللي أركز فيها وقت التصوير هي أن أوازن بين الآيزو وفتحة العدسة والشاتر سبيد، بحيث أنا أقدر أطلع صورة لا هي أوفر إكسبوزد ولا هي أندر إكسبوزد، أن ما تكون إضاءة فيها زايدة ولا تكون إضاءة فيها ناقصة، عشان أقدر بعدين أعدل في الصورة على راحتي بدون ما أواجه أي مشاكل. المعدات اللي تحتاجها وقت تصوير الغروب هي كاميرا، عدسة وترايبود. تحتاج ترايبود في حال إذا شفت أن الشمس غابت وصار المكان ظلام، هني تحتاج تحط الكاميرا على ترايبود وتخفف من الشتر سبيد عشان تحصل على إضاءة مناسبة في الكادر. أكبر تحدي في تصوير وقت الغروب في الساعات الزرقاء أن هي فترتها جداً قصيرة، بين 5 و10 دقائق. في الفترة هاي أنا أحاول أني أطلع زاوية مناسبة بحيث أني أنا أقدر أطلع صورة إبداعية. خلال فترة من 2019 إلى حتى الآن تم تسليط الضوء على أعمالي اللي انتشرت في جريدة البيان و CNN وبعض الحسابات الرسمية، واطمح ان شاء الله اني اقدر اشارك في المعارض العالميه. اهميه المشاركه في المعارض للمصور انه هو من خلالها يقدر يستفيد خبره من المصورين اصحاب خبره اكثر، وثاني شيء انه هو يقدر يطلع على التقنيات الجديده في هذا المجال، وثالث شيء ان المعارض هاي تخلق للمصور فرص جديده. انا ما شاركت في مسابقات، لكن من ضمن المخططات ان شاء الله لنشارك في المسابقات المحلية والعالمية، وإن شاء الله الأعمال تنال جوائز.
المصور اللي يلهمني في مجال التصوير هو بيتر ماكينن، مصور أجنبي. اللي يميزه عن باقي المصورين أنه هو عنده نظرة خيالية، نظرة خيالية في الزوايا، في الألوان. فهذه النظرة حمستني أن أنا أكمل في مجال التصوير اللي تكون مشابهة لنظرته هو. أهم خطوة في إبراز جمالية الصورة هي معالجة الصورة. من خلالها أقدر أحول الصورة اللي أنا أشوفها في الواقع للصورة اللي أنا أفكر فيها في بالي. من البرامج الأساسية اللي أستخدمها لمعالجة الصور هو اللايت روم، يعتبر بالنسبة لي برنامج أساسي لتوزيع الإضاءة وتوزيع الألوان في الصور. والطريقة اللي أفضلها في معالجة الصور هي عن طريق الآيباد، لأن باستخدام القلم أقدر أعالج أكثر من 100 صورة خلال أقل من ساعة. استفدت من منصة التواصل الاجتماعي من خلال التعليقات والملاحظات من المتابعين اني اصحح واتعلم من الاخطاء اللي كنت ارتكبها خلال التصوير. وثاني شيء التقدير للاعمال اللي انا اعرضها يحفزني ويخليني اكمل، وثانيا اعجاب المتابعين للصور اللي اعرضها على التواصل الاجتماعي ساعدني اني انا اطور من مهاراتي في التصوير ويزيد الابداع اللي عندي في التصوير. من الأشياء اللي وايد مهم بالنسبة لي أنا أركز عليها عشان أطور مهاراتي في التصوير هو أني أطلع خارج المألوف، أني أجرب مجال جديد في التصوير. وايد مهم إذا المصور يبي يكون ناجح أنه يمارس مجال هو يحبه، مجال هو له ميول فيه. هذا الشيء الأساسي والشيء الوحيد اللي يساعد أنه هو يتطور في مجال التصوير ويبدع فيه. نصيحتي للمصورين اللي حابين يصورون الغروب انهم يدرسون الوقت الساعة الذهبية والساعة الزرقاء عشان ما تفوت عليهم اللحظة.
الآن وصلنا لختام برنامج عدسة، نشوفكم في حلقة ثانية مع مصور مبدع إماراتي آخر.